قال ابن رجب رحمه الله: كما في لطائف المعارف صيام عشر ذي الحجة عليه أكثر العلماء أو كثير العلماء. ولذلك حديث عائشة عند مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما العشر قط. وفي رواية: في العشر قط. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف في إسناد عائشة، وقال كما في رواية: لم يصمها كلها، لكن رواية في العشر تمنع هذا. والصحيح أن حديث حفصة من أنه كما في السنن صام صلى الله عليه وآله وسلم تسع ذي الحجة أنها أثبتت، وأن عائشة رضي الله عنها نفت. والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي.